بتقبضي كام؟ جوزك بيحبك ولا لا؟ عندك كام سنة؟ انت ساكنة فين؟ عندك كام في البنك؟ عربيتك نوعها ايه؟ ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو اجابه عن كل الاسئله اللي سالتوها لي على الانستجرام واليوتيوب والفيسبوك علشان تعرفوني اكتر بمناسبه اننا كملنا 150 الف مشترك على اليوتيوب. نزلت لكم بوست احتفالا باننا كملنا 150 الف مشترك وقلت لكم اسالوني اي اسئله انتم حابين تعرفوها عني انا شخصيا كيسرى، لان الفتره الاخيره في مشتركين جدا انضموا للقناه، فحبيت انه اعرفكم بنفسي علشان نكون اسره واحده مع بعضين. فلو انت مش مشتركه لسه في القناه متنسيش تنزلي تشتركي وتفعلي الجرس علشان تكوني واحده من الاسره بتاعتنا، وبننزل فيديوهات كل يوم حد وثلاث وخميس. فمن غير كلام اكتر من كده يلا بينا نبتدي في الفيديو، لان انا متحمسه جدا انه اقعد اجاوب على اسئلتكم. واعتقد الفيديو هيكون طويل لان في اسئله كتير، بس هحاول اختصر على قد ما اقدر. ويلا بينا على الفيديو. يعني هو انا حياتي ما فيهاش اي دراما وما فيهاش اي اثاره وما فيهاش يعني اي بقى شقلبظات وشقلبه ولولوه، ما فيهاش اي حاجه خالص من الكلام ده، هي حياه طبيعيه جدا. فاتمنى ان الفيديو ما يكونش ممل واجاوب على كل الاسئله بتاعتكم وتعرفوني اكتر من غير ما تكرهوا شخصيتي وتحسوا انها شخصيه ممله وكنتوا متخيلين حد تاني، بس هو ده الفاكت الحقيقي. فاول حاجه انا هبتدي بالانستغرام. انا كنت نزلت السؤال بتاعي على الصورة دي وانتوا كتبتولي كل اسئلتكم تحت، فهبتدي بالرد على كل الاسئلة بكل صراحة. اول حاجة اسماء عادل، طبعا حبيبة قلبي كتبالي حلو بجد تسلم ايدك، طبعا هي قصدها على اللوك، فبجد يعني ده احلى كومبليمو ممكن يجيلي من اجمل واحدة في مصر كلها بتعمل ميك اب، اسماء عادل بجد انا بحبها جدا جدا جدا. فكون انها تقولي الميك اب حلو بتاعي يبقى اكيد الميك اب حلو بتاعي. ولو انت مش عاجبك الميك اب بتاعي، اسماء عادل قالت لي ان الميك اب بتاعي حلو، ف خلاص هو حلو خلاص. بس قبل ما ادخل في الاسئله في كومنت انا حابه ان انا اقوله. بنت اسمها انجي 8175، مش عارفه باين ولا لا، كاتبالي يسرى انا بحبك جدا جدا وانا اتعلمت منك يعني ايه ميك اب بجد، وانا بشتغل دلوقتي ميك اب ارتست بسببك، ممكن تقولي اسمي والكومنت بتاعي بليز؟ انا قلت اسمك يا انجي، وبجد انا مبسوطه جدا ان انا كنت سبب في انك تبتدي الشغل في الحاجه اللي انت بتحبيها واني اكون قدرت اساعدك وافيدك. فبجد الكومنت ده بسطني اول ما شفته، وهي كاتبالي انه اقرا الكومنت، فعشان كده انا قريت الكومنت لان انا بحب اعمل كل طلباتكم على قد ما اقدر. بعد كده في يسرى عزت which is نفس اسمي، وانا ما بقبلش ناس كتير نفس اسمي، فعشان كده اتحمست ان انا اقرا الكومنت ده. كاتبالي بحب فيكي انك تلقائيه وعلى طبيعتك وكيوت وكده وصغننه. شكرا 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 شكرا. وعندك كام سنه وعارفه توفقي ما بين بنتك واليوتيوب؟ اوكي انا عندي 25 سنه للي ما يعرفش، 27/4 اللي جاي ده هكون تميت 26 سنه، العمر بيجري بسرعه والله. وعارفه اوفق ما بين بنتي واليوتيوب ازاي؟ يعني انا بصور يومين في الاسبوع تقريبا، بحاول ان انا اجمع فيديوهاتي وفي اليوم الواحد بصور كذا فيديو، وبصور في الوقت جوزي بينزل فيه الشغل الصبح بصحى معاه وبحاول استجمع قوتي واقعد اصور، فبتكون في الوقت ده بنتي لسه نايمه، فهي بتبتدي تصحى مثلا على الساعه 12 بكون انا تقريبا خلصت تصوير، فمن هنا بيجي التوفيق ما بيني وما بين اليوتيوب. الايديت بقى والكلام ده كله يعني بحاول اعمله في الوقت اللي هي بتنام فيه بقى الظهر بالليل كده، يعني بحاول اسهر شويه واقعد اعمل الايديت بتاعي. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان في كومنتات كتير جدا منكم حلوه وبجد يعني بتبسطني، فانا مش عايزه اقعد اقرا كل الكومنتات الحلوه دي، بس فعلا الكومنتات دي هي اللي بتخلي يومي حلو، وهي دي اللي بتخلي الضحكه على وشي دايما، عشان كده تقولوا لي احنا بنحبك وبتدينا طاقه ايجابيه. انا الطاقه الايجابيه دي اصلا باخدها منكم انتوا. اوكي ده كومنت يضحك فعلا من الزهراء، كاتبالي ايوه ايوه يا ريت نعرف مقدار الثروه بتاعتك كام. بصوا يا جماعه الحوار ده كريبي كريبي لاخر الدنيا. النهارده الصبح في اليوم اللي انا بصور فيه الفيديو ده، مش اليوم اللي الفيديو نزل فيه، لقيت حاجه غريبه جدا على الانترنت، كاتبين معلومات عني وانه انا يوتيوبر ومش عارفه ايه، وكاتبين كمان معلومات عن الفاميلي بتاعتي، وكاتبين فيما معناه ان انا متجوزه شادي رشوان سنه 2018، وكاتبين انه لسه ما عندهمش معلومات عن بابايا ولا عن مامتي ولا عن اخواتي ولا عن اصحابي. بس بقى الغريب بقى في الموضوع انهم كاتبين ايه، ان التيم بتاعهم شغال على الموضوع ده وهي ابديت اول ما يعرفوا معلومات جديده، فاللي هو
كريبي. وفوق ده كله بقى كاتبين لك ايه؟ مقدار ثروة يسرى مختار تقدر ب 73 مليون دولار. يعني بجد اللي هيدخل يقرا المقاله ده ممكن يقتنع بحاجه زي كده، وانتوا ذات نفسكم مقتنعين بحاجه زي كده وانتوا بتكتبوا ان انا مقدار ثروتي تقدر ب 73 مليون دولار، وكاتبين ان هو مصدر ثروتي الاساسي هو اليوتيوب. بجد يا جماعه في ايه؟ يوتيوب ايه اللي هيديني 73 مليون دولار؟ يعني حوش يا عم الفيوز مقطعه بعضها، ده انا بشحت منكم السبسكرايب واللايك. ال 73 مليون دولار قال بجد عصبني قوي على الصبح، و حسيت ان هو داخل في حياتي قوي زياده عن اللزوم، وكان كريبي بمعنى الكلمه، وكان فعلا كاتب تفاصيل. هو المشكله ان هو لخبطني وعمل لي كونفيوجن، لانه كاتب حاجات حقيقيه فعلا من حياتي وبتفاصيلها، وكاتب حاجات تانية اي كلام. فبجد الموضوع كان كريبي جدا، فحبيت ان انا اشارك معاكم الموضوع ده في ستوري على الانستجرام لانه كان غريب قوي. فبالمناسبه يعني لو انتوا مش متابعيني على الانستجرام دوسوا هنا عشان تطلعوا تتابعوني على الانستجرام وتشوفوا كل الحاجات دي اول ما بتحصل. فالزهراء كانت داخله بتقولي نعرف مقدار ثروتك بكام، مش هقول لكم الثروه بتاعتي عشان هي كتير قوي قوي قوي. بعد كده في سؤال هو ملوش علاقه قوي بيا بس حبيت ان انا اجاوب عليه، لان فعلا السؤال ده يعني ممكن يفيد بنات كتير جدا. اللي كاتباهولي بنت اسمها اسوره اس اس، متابعتك من ليبيا. بجد اهلا بكل اهل ليبيا وكل شخص بيتابعني من بره مصر ومن جوه مصر، بس يعني بجد ببقى مبسوطه جدا لما حد بيكتب لي ان هو بيتابعني من حته بره مصر. اكتبي تحت في الكومنتات انتوا بتتابعوني منين علشان اعرف انا مشهوره فين تاني غير مصر. صح وانا مش مشهوره قوي في مصر، بس يعني ستيل يعني اتليست عندي معجبين في مصر يا جماعه. اتليست لما يكون عندك منتجات مكياج هاي اند وغاليه ولسه ما خلصتش منك بس الصلاحيه انتهت، بتعملي بيها ايه؟ لاني اعاني من نفس المشكله ومش هين عليا ارميها. بصوا يا جماعه خلونا متفقين ان موضوع صلاحيه الميك اب ده يعني دي اشتغاله علشان بس ياخد موافقه وزاره الصحه والكلام ده كله وينزل في الاسواق. الميك اب من صيادله ومن ناس يعني قويين جدا في المجال ده اخدت منهم المعلومه دي، الميك اب ما بيبوظش بتاريخ الصلاحيه المكتوب، الميك اب بيبوظ لما الخواص بتاعته بتتغير. يعني التاريخ الصلاحيه المكتوب ده يعني هو بس كده محطوط بس كده علشان يقدروا ان هم يبيعوه في الاسواق. بتعرفي الفاونديشن غير لما بتلاقيه فصل، ده كده خلاص الفاونديشن ده باظ. الاي شادو بيبتدي ان هو ينشف بيبقى شبه التباشير كده، بتبتدي ريحته كده تبقى ميك اب قوي. عشان كده مثلا الميك اب اللي بتلاقوه ساعات في 2:30 والحاجات دي لما تيجي تفتحي علبه الاي شادو بتشم ريحه كده كيميكال قويه، ده معناه ان الميك اب ده مش كويس. الماسكارا بتنشف، الارواش بتنشف، الاكحال بتنشف، فده كده معناه ان الميك اب باظ. بس انه عشان تاريخ الصلاحيه اللي عليه خلص بس الميك اب لسه زي كانك جايباه جديد ومفيش اي حاجه اتاثرت فيه، فالميك اب لسه سليم وما باظش. وانا عن نفسي هو ده اللي انا بعمله، وكذا حد صيدلي كان قال لي المعلومه دي، وكذا ايفنت كنت رحته ليه علاقه بالميك اب كان قال لي المعلومه دي، وكذا ميك اب التانيين برضو كان قولي المعلومة دي. فهي دي المعلومة اللي انا مكمل عليها حياتي، هو ده المبدأ اللي انا ماشية بيه. فحبيت ان انا اجاوب على السؤال بتاعها لان فعلا يعني سؤال مهم جدا. بعد كده على الفيسبوك في ايمان كتبالي اتعرفتي على جوزك فين؟ اوكي انا كنت حكيت لكم قبل كده في فيديو انا اتعرفت على شادي ازاي، بس اقول لكم تاني علشان متابعيني الجداد. شادي كان زميل مراد خالي في الكلية، وهي ما كانتش كبيرة يعني، هو شادي فرق ما بيني وما بينه 10 سنين للي ما يعرفش برضه المعلومة دي. وكنت خارجة معاها، هي كانت زي صاحبتي، كنت خارجة معاها في يوم من الايام فشفت شادي كان جاي يقابلها فاتعرفت عليه وقعت في غرامه وحبيته، وكان بقى قصة حب بقى عنيفة وبتاع وكده. وفي الاخر خالص بعد 7 سنين اتخطبنا، وبعد 8 سنين اتجوزنا، ودلوقتي كده اعرفه بقالي 9 سنين. فهي دي قصة معرفة مرفت وعلاء. بعد كده في الاء علاء كاتبالي انا بحبك جدا واسال هو عندك كام سنة وانتي كنتي في كلية ايه؟ زي ما قلت عندي 25 سنة، وانا كليتي كانت هندسة القاهرة وتخصص عمارة. بعد كده هدخل على اسئلتكم على البوست ده على اليوتيوب، انا بحاول اعدي على الاسئله اللي هي مش متكرره او مهمه او مميزه علشان فعلا تعرفوني اكتر. وفي نفس الوقت انا لسه منزله البوست ده من حوالي 3 ساعات او ساعتين، فعشان كده ملحقش ان هو يجمع كل الناس او يجمع كل الاسئله، بس حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده بمناسبه ان احنا كملنا 150,000 وعشان الناس الجديده تعرفني زي ما قلت لكم. لولي بوب على اليوتيوب كاتبالي بحس
نفسك يا يسرى طاقه ماشيه على الارض بجد، يعني انتوا سوا في الطاقه دي مش اي حد تاني، لان فعلا الكومنتس بتاعتكم دي هي دي اللي بتبسطني. هو انت ساكنه مع مامتك ولا مامه جوزك؟ وفعلا الشروق حلوه عشان احتمال ننقل فيها بعد ما ننزل مصر، ولو تعرفي اسعار الشقق بيبقى كده تمام. وانا خايفه عشان في ناس بتقول صعب ان احنا نمشي في الشارع بعد ما الشمس بتروح. مبدئيا بالنسبه للشروق انا بحب مدينه الشروق جدا، وبشوف انه يعني بقى صعب عليا ان لما بنزل مدينه ناصر او مثلا مصر الجديده او كده في حتت زحمه، فعلا بحس ان انا مش قادره اتعامل. خلاص اتعودت على المدينه الفاضيه الهاديه اللي هي الوسطيه الجميله دي، عارفين. فانا الصراحه بحس ان مدينه الشروق فيها اغلبيه الحاجات اللي انت محتاجاها. لا عادي فيها اماكن بنخرج فيها بالليل وكل حاجه، مش تخوف كده، بس عادي زي اي مدينه جديده. برضو الشوارع مش مليانه ناس، فاهمين قصدي؟ يعني زي التجمع، زي العبور، اللي هو مش طبيعي ان الناس على طول ماشيه في الشارع، الكثافه السكانيه مش عاليه فيها. بس انا عن نفسي لو قالوا لي تروحي مثلا تعيشي في وسط القاهره ولا تفضلي في الشروق، لا هفضل اقعد في الشروق، لان فعلا اتعودت على الهدوء. احنا شقتنا في نفس البيت اللي فيه بابايا ومامتي، فصراحه يعني دي حاجه ما كنتش اعوضها باي حاجه تانية في الدنيا، ف لاكي مي الحمد لله. في اسعار الشقق بتبقى ايه؟ الصراحه مش هقدر اجاوبك قوي على السؤال ده، لانها بتختلف من منطقه لمنطقه، وحجم الشقه ومساحه الشقه وكل الحاجات ده. بس او ال اكس والحاجات دي هتفيدك جامد جدا. بعد كده ميرو جامي تقريبا، انا بنطق الاسم صح، اعملي فيديو عن بنوتك كامل، وانا عايزه اعرف ازاي اختار لون الفاونديشن صح بليز، وعندك كام سنه، وهل بتعملي كورسات ميك اب؟ اوكي، حاول اعمل فيديو عن فرح، بس مش عن فرح، عن روتيني انا مع فرح بيبقى عامل ازاي، لان اعتقد هو ده اللي هيفيدكم اكتر، لان فرح مش هتقدر تعمل لكم اي حاجه في الفيديو غير انها تعيط. وازاي تختاري لون الفاونديشن بتاعك؟ انا عن نفسي بحب اشوف فيديوهات سواتشز لاي نوع فاونديشن هاجي اختاره، وبشوف حد بيجرب الفاونديشن يكون لونه شبهي، فبناء على كده بقول خلاص يبقى اللون ده هيمشي معايا. هي دي الطريقه اللي انا بختار بيها الفاونديشن خصوصا اونلاين. وعندي كام سنه؟ زي ما قلت لكم 25 سنه. مش عارفه السؤال ده بيكرر كتير قوي كده ليه. وهل بتعملي كورسات ميك اب ولا لا؟ بعمل كورسات ميك اب، بس حاليا مفيش اي كورسات متاحه، بس عملت كورسات كتير جدا الفتره اللي فاتت. فلو انتم متابعين الفيسبوك بيج والانستجرام، بالمناسبه هتابعوا الانستجرام هيظهر لكم هنا، هتعرفوا مواعيد الكورسات ومواعيد كل حاجه اول ما بتنزل اول باول. في منى صلاح بتقولي انا شفت لك فيديو من زمان كنت محجبه فيه، ليه قلعتي الحجاب؟ صراحه ما بحبش اتكلم في الموضوع ده، بس انا مقتنعه ان اللي انا عملته ده غلط، وبدعي كل يوم ان ربنا يهديني ويقويني عشان ارجع تاني البسه. وانتوا برضو دعوا لي ان ربنا يهديني ويقويني، وانا مش هجادل ومش هعمل اي حاجه يعني علشان ابرر موقفي، بس اللي انا عملته غلط، واتمنى ان محدش في الدنيا يعمل اللي انا عملته ده. في جاسمين حسين كاتبالي عايزه اعرف بتشتغلي ايه وعندك كام سنه وبتشتغلي ميك اب ارتست ولا لا؟ بحبك. انا كمان بحبك قوي. انا زي ما قلت لكم عندي 25 سنه، بجد السؤال ده اكتر سؤال اتكرر. انا بشتغل معيده في جامعه القاهره كليه هندسه قسم عماره، ده شغلي الاساسي للي ما يعرفش. وبشتغل ميك اب ارتست فريلانسنج، يعني بشتغل ميك اب ارتست بس يعني في وقت محدد، بس مش هي دي الشغلانه الاساسيه بتاعتي. ويوتيوبر زي ما انتم شايفين قاعده بصور لكم دلوقتي، فبديهي اني بشتغل يوتيوبر لان دي فعلا شغلانه. وقريب هيبقى في شغلانه رابعه هتضاف على الشغلانات دي، بس هخليها دلوقتي مفاجاه وهكلمكم عنها قريب، فخليكم كده متحمسين ومستنيين الشغلانه الرابعه. تفتكروا ايه الشغلانه الرابعه اللي ممكن اشتغلها؟ هستنى اشوف هتشغلوني ايه الشغلانه الرابعه في الكومنت. يلا اكتبوا لي تحت في الكومنت انتوا تتخيلوا ايه هي الشغلانه الرابعه. في هاله سهران بتقولي انا بحبك قوي يا يسر وبحب ستايلك، وبتجيبي لبس بنوتك منين، وايه نوع اللينسز بتاعتك؟ اوكي، انا كمان بحبك جدا جدا جدا، بحبكم كلكم، ومبسوطه ان ستايلي بيعجبك. وبجيب لبس بنوتي منين؟ اغلبيه اللبس بجيبه من السي وكيكي، بجد في حاجات للبيبيهات تحفه واسعاره حلوه جدا، وفي حاجات بجيبها من على جوميا، وفي حاجات بابا بيجيبها لي وهو جاي من السفر وكده، ادعوا له ربنا يجيبه بالسلامه. بس هي دي تقريبا اغلبيه الاماكن اللي بجيب منها، بس مينلي اغلبيه اللبس لما بجيب هنا من مصر بيكون من السي وكيكي، حاجه الاطفال فعلا فيه حلوه جدا. اللينسز بتاعتي لو انت بتسالي على اخر فيديو، لو انتوا شفتوهوش هتدوسوا هنا عشان تروحوا تشوفوا الفيديو. اللينسز بتاعتي كانت لومينوس درجه ديزلينج جرين،
ديزلينج جرين جرين عشان بس لدغه عشان ايه تسمعوا صح. انا بجد في كميه كومنتس بتكتبوا لي ان فيديوهات الديكورات وكده عاجبينكم وعايزين ان انا اكتر منها, فبجد ده شيء حمسني جدا وفعلا متحمسه جدا ان انا اكتر لكم من الفيديوهات بتاعت الديكورات وحاجات البيت وكده الفتره الجايه. فاكتبوا لي تحت انتوا حابين انها تفضل في نفس القناه هنا ولا نعملها قناه منفصله ولا نخلي كل حاجه تخص يسرى في القناه هنا. اكتبوا لي تحت في الكومنت علشان فعلا الموضوع ده بقاله فتره شاغل بالي, فساعدوني اني اقرر افصل الفيديوهات دي في قناه ثانيه ولا ساعتها يبقى التفاعل هناك اقل واخليها هنا بحيث ان انتوا تشوفوا كل حاجه تخصني. فاكتبوا لي تحت في الكومنت. في ساره ايمن محمد محسن بتقول لي كنت عايشه فين في السعوديه ودرستي ثانويه عامه فين ومجموعك كان كام؟ انا كنت عايشه في الرياض, الثانويه العامه بتاعتي كانت امريكان, اخدتها في مدارس العروبه لو حد في السعوديه اكيد هيكون عارفها, ومجموعي كان مجموع السات على المدرسه على كل الكلام ده انا فاكره بالظبط كان 100.6, عشان حتى شادي كان بيقعد يتريق عليا وكان بيقعد يقول لي دي نجوم اف ام ها 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 ده مش مجموعه ثانويه عامه ها ها, مش عارفه ازاي بعد الاف ده اتجوزته بس يعني بحبه الصراحه بحبه قوي كمان, ربنا يخليك ليا يا شادي بس يعني بطل من افهاتك دي. وهوقف اسئله لحد دلوقتي عشان انا مش حابه ان الفيديو ده يكون طويل قوي علشان اغلبيتكم يدخلوا يشوفوه يعرفوا ولو حاجات مختصره عني, ولو حابين هكمل لكم بقيه الاسئله في فيديو تاني. لو انتوا عندكم اي اسئله برضو حابين تعرفوها اكتبوها لي تحت في الكومنتس تحت الفيديو ده علشان اعمل لكم سلسله ثانيه ويبقى كل فتره بنزل لكم فيديو ابديت وتعرفوني اكتر. فاتمنى ان يكون ده بيقوي العلاقه ما بيني وما بينكم, لان انا عن نفسي بحب جدا اليوتيوبرز اللي انا متابعاهم ان انا ادخل واشوف اللي هي الفيديوهات اللي بيعرفوا فيها عن نفسهم وكده, لان بتبسط لما بعرفهم اكتر. مش عارفه الموضوع ده عندكم ولا لا بس انا بحس ان هما بقوا صحابي, فاهمين قصدي؟ ده كان كل حاجه للفيديو بتاع النهارده, يا رب يكون عجبكم, ولو عجبكم الميك اب لوك ده ما تنسوش ان انتوا تنزلوا تكتبوا لي تحت في الكومنتس علشان انزله لكم, تعملوا لي البينك علشان اعرف انه عجبكم وانزله لكم. هو كده كده هنزله يعني صراحه انا بحب ابقى صريحه معاكم, بس لما بشوف قلوب كتير يعني بنزله بنفس اكتر وبحس ان هو ايه ده الله هيعجبهم يلا عايز انزله عايز اعمله اديت بسرعه بنزله بسرعه. فاكتبوا لي تحت كومنت وبس كده كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده, وشكرا جدا جدا ليكم. نكم هنا.